في ختام جلسة الحكومة صدر عنها بيان أدانت فيه التفجيرات الإرهابية التي طالت المدنيين في منطقة الريحانية على الحدود السورية التركية. وأكد وزير الإعلام عمران الزعبي الذي تلى البيان أن مثل هذه الجرائم البشعة هي نتيجة مباشرة لانتشار ظاهرة الإرهاب في المنطقة. تدين حكومة الجمهورية العربية السورية التفجيرات الإرهابية التي طالت المدنيين في منطقة الريحانية في تركيا، وتعتبر أن مثل هذه الجرائم البشعة هي نتيجة مباشرة لانتشار ظاهرة التطرف والإرهاب في المنطقة، وتستهدف الإساءة المباشرة للعلاقات بين الشعبين السوري والتركي. كما تنتهز الحكومة السورية الحدث المؤسف لتقدم التعازي القلبي إلى ذوي الشهداء وللشعب التركي الشقيق، وتتمنى للمصابين والجرحى الشفاء العاجل والتام. إن الحكومة التركية تتحمل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في المناطق الحدودية المشتركة جراء تحويل المنطقة إلى مقر وممر للإرهابيين ودعمهم والسماح لهم باستخدام الأراضي التركية للعبور إلى سوريا وارتكاب جرائمهم الممنهجة. وتؤكد الحكومة السورية أن لا صحة إطلاقا لأي اتهام للدولة السورية التي تتنافى منظومتها الأخلاقية والسياسية والتزاماتها الدولية مع مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي يدفع ثمنها من دماء الشعبين السوري والتركي، والناجمة عن السياسات التي تتبعها الحكومة التركية في دعم الإرهاب. وردا على سؤال لمندوب الأخبار أن الجانب التركي يريد أن يستثمر في هذه التفجيرات، ولماذا لا يكون هناك تحقيق سوري تركي حول تفجيرات الريحانية؟ أولا، من حيث المبدأ هذا الاستثمار هو استثمار سياسي. ثانيا، إذا طلبت الحكومة التركية أن يكون هناك تحقيق مشترك وشفاف بالضرورة من خلال الأجهزة المختصة بين الدولتين، فلا مانع لدى الحكومة السورية من أن يجري مثل هكذا تحقيق، على أن يكون كما قلت مشتركا وشفافا، ويصل وبالضرورة يجب أن يصل إلى الحقيقة كاملة التي يجب أن تعلن وتوضع بين يدي الشعبين السوري والتركي.